يا مرحبا ومساء، الله يسعدكم وعنا ربي يعدكم ويسعد صباحكم كل خير. تونا طالعين من صلاة الفجر، ما راح أكلمكم عن صلاة الفجر، بكلمكم عن ولد يصلي معنا اسمه مهند أو يزيد. طبعا مهند أو يزيد هذا ثالث ابتدائي، كل صبحية يجيني بعد صلاة الفجر أطلع القلم ووقع له على ورقة أنه صلى معنا. ورقة هذه المدرسة عندهم مدرس جزاه الله خير يعطيهم ورقة هذه، اللي يصلي الفجر يخلي الإمام يوقع له، وبعد ما يجمع توقيع أسبوع كامل لهم جوائز. الولد عاد جزاه الله خير كل صبحية مرتز قدامي بالورقة، الله يسعده، أوقع له. اليوم انتهى الأسبوع كامل وفيها فوائد جدا عظيمة. أول فائدة، جميل إن عندنا ناس جالسين يحملون مو بهم عيالهم بس، لا هم أبناء المسلمين. يعني تربية الأبناء على الصلاة مثل هالطريقة الجميلة المشجعة حلوة. يا ريت حنا نبتكر أفكار محفزة ومشجعة لأبنائنا، سواء عيالك أنت ولا عيال تدرسهم ولا عيال حارة ولا عيال جماعة المسجد. ابتكر فكرة حلوة، يعني هذه الفكرة اللي جدا جميلة اللي يطبقها المعلم ممكن يطبقها أي واحد ثاني. المهم إن نحمل هم صلاح الجيل، هذا أهم شيء. الفكرة هذه يمكن يطبقها الإمام، يمكن يطبقها المؤذن، معلم الحلقة، معلم في مدرسة مع طلابه، أم الأولاد، أختهم الكبيرة، خالتهم، عمتهم، أي واحد. أنت إذا حملت هم الإسلام وهم صلاح المسلمين والله بتطلع لك أفكار كثيرة، بس أهم شيء تحمل الهم في قلبك، تبدع. الأمر الثاني، طبعا الورقة هذه خلصت اليوم، وأنا قلت له شوف الورقة خلصت، بكرة أبتأكد أنت كنت تصلي عشان الصلاة ولا عشان الورقة. وهذا شيء مهم، مهم جدا أن نعطيهم أشياء تحفيزية تشجيعية، لكن نربطهم ترى وقع لك الإمام، ترى الملائكة بعد تشهد لك عند الله أنك صليت. والله سبحانه يقول قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. وأن أجرك عند الله عز وجل أعظم من الجائزة هذه. عشان عيالنا ما يتعلقون بالجوائز الدنيوية التحفيزية التشجيعية، لازم دائما نذكرهم بالأجر العظيم لهم عند الله عز وجل. الله يسعدكم وعنا ربيعدكم. وفي الختام يعني الأشناب اللي ما صلوا الفجر في المسجد، ترى أطفال المسلمين جالسين يحافظون على الصلوات، انت تحافظ عليها أنت.